قامت سفارة دولة فلسطين لدى البلاد احتفالية بمناسبة ذكرى إعلان الاستقلال 31 وقيام دولة فلسطين، حيث حضر الاحتفالية لفيف من الشخصيات الدبلوماسية والسياسية وعدد من رجال الأعمال. لنتابع. بمناسبة ذكرى إعلان الاستقلال الفلسطيني 31، أحيت سفارة دولة فلسطين لدى الكويت حفل استقبال بهذه المناسبة السعيدة. وأؤكد بأن نحن في دولة الكويت الحقيقة ندعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ونسعى معهم دائما إلى تحقيق كافة الحقوق المشروعة لهم في إقامة دولتهم المستقلة إن شاء الله وعاصمتها القدس. ونؤكد دائما بأن دولة الكويت وفي كل المناسبات وعلى كل المستويات تسعى دائما إلى دعم القضية الفلسطينية ودعم تطلعات وآمال وطموحات أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق. حضر هذه الاحتفالية العديد من الشخصيات الدبلوماسية من سفراء الدول الشقيقة والصديقة وشخصيات سياسية ورجال الأعمال وعدد من أبناء الجالية الفلسطينية. نحن سعداء جدا بأن نحيي هذه الذكرى 31 هنا على أرض الكويت الحبيبة، هذه الأرض التي احتضنت الثورة الفلسطينية واحتضنت الشعب الفلسطيني منذ ما قبل نكبة 48 حتى يومنا هذا. هذا البلد الذي يدعم القضية الفلسطينية ويدعم الشعب الفلسطيني على كل المستويات ويحمل قضيته والهم الفلسطيني في كل المحافل الدولية. هذه السياسة الكويتية التي أسسها وما زالت تنتهجها دولة الكويت بتعليمات وتحت ظل حضرة صاحب السمو أمير البلاد يحفظه الله ويرعاه الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح. دولة الكويت دائما تشارك أشقائها وأصدقائها أعيادهم واحتفالاتهم ولتشاركهم الفرحة في جميع المجالات، وهذا يؤكد عمق العلاقات القوية بين البلدين. يوسف صفارة، تلفزيون دولة الكويت.